هذا اللقاء خلص الاهلي اول، ادي الالف على الثلاثيه واول ثلاثيه وثلاثيه مرال لحظ كاميرات بتدور على رنا نبيل على الثلاثيه وثلاثيه رنا نبيل ومرال رنيم على الثلاثيه بتجرب ممكن ده مو بدور لمريم وسيم على الثلاثيه ممكن ممكن ياسر الالفي لا رجع على الثلاثيه تاني بتفكر وبتسجل لمصلحه الاهلي جودي فارس ثلاثية جودي بترد عليها رضوى سالم اوعى يجي لك رضوى سالم ثلاثة